سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بمعنى إذا فرغت من عبادة فادخل في عبادة أخرى، وإلى ربك ارغب في طلب الرحمة والمغفرة والتجاوز والقبول والبر والإحسان، وإلى ربك فارغب. ولذلك أيها المسلمون، شرع لنا بعد رمضان عبادات أخرى، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وقد ذكر الشراح أن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام رمضان فكأنما صام عشرة أشهر، وإذا صام ستا من شوال فكأنما صام ستين يوما يعني شهرين، فكأنما صام الدهر كله. ولنا في ذلك عدد من الأحكام. من ذلك أيها المسلمون أنه ينبغي لمن أراد أن يصوم الستة من شوال ألا يصومها حتى يكمل ما عليه من أيام رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال. فإذا صمت ست شوال وأنت لا يزال عليك أيام من رمضان لم تقضيها، أفطرتها لعذر، فإنك تكون إذا صمت الستة من شوال لم تصم رمضان بعد، قد نقص عليك ثلاثة أيام أو أربعة، فأتم ما عليك من شهر رمضان اقضه، ثم بعد ذلك ابدأ في صيام الستة من شوال. واستثنى بعض أهل العلم المرأة التي يكون عليها عذر قد لا تستطيع أن تجمع ما بين قضاء رمضان وما بين صيام الست، فقد يكون أفطرت بعذر يخص المرأة في رمضان، عذر يمتد إلى سبعة أيام أو عشرة أيام، وهي تريد أن تصوم أيضا الستة من شوال مع انشغالها بزوجها وأبنائها وحقوقهم، فاستثنوا أنه يجوز لها أن تصوم الست ثم تقضي بعد ذلك ما تقضيه من رمضان على حسب ما يتيسر لها. أما من كان قادرا على القضاء أو كانت الأيام قليلة فينبغي أن يقضي ما عليه من رمضان ثم بعد ذلك يصوم الستة من شوال. وذكروا أيضا من أحكامها الفقهية أن الصوم النافلة عموما يجوز للمرء أن ينويه في نصف النهار، بمعنى أنك لو استيقظت في يوم من الأيام مثلا في الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في يوم خميس أو يوم اثنين أو غيرها من الأيام الفاضلة، ثم رأيت أنك لم تأكل شيئا من الصباح ولم تشرب ولم يبقى على المغرب إلا أربع أو خمس ساعات، فقلت في نفسك: ما دام أني لم أطعم شيئا منذ الفجر فسأتمه صوم إلى الليل، هذا جائز ويعتبر صوم نافلة. كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أهله يوما فقال: هل عندكم طعام؟ قالوا: ما عندنا طعام. قال: إني إذا صائم وأتم الصوم، عليه الصلاة والسلام. فيجوز أن يصوم من نصف النهار في صوم النافلة الاثنين الخميس إلى غيرها، لكن يكون له الأجر من وقت نيته، فيكون له أجر الصوم من وقت ما نوى من الضحى أو من الظهر. أما صيام الست من شوال فهي أيام كاملات، فقالوا إنه ينبغي أن ينوي الصيام من الليل، ينبغي أن ينوي لها الصيام من الليل ليتم له صيام يوم كامل. وقال آخرون إن هذا لا يشدد على الناس فيه، وإنما حتى في صيام الست من شوال لو نوى أثناء النهار جاز له ذلك، ولعل الآخر هو الأقرب. لكن ينبغي أيها المسلمون أن تحرص إذا كنت ستصوم الست من شوال انوي من الليل، فإن أردت أن تفطر في الصباح أفطرت لأنك متنفل، لكن إن أتممت صومك مع نيتك من الليل فهو أفضل لك وأقرب إلى الله تعالى. فهذه الست من شوال ينبغي أن يحرص المرء عليها تعبدا وتقربا إلى الله تعالى. ولا ينبغي أيها المسلمون